الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. تأسست أول شركة لصناعة السيارات، وعقد مجلس لإدارة الشركة، في الجلسات الأول لهذا المجلس لإدارة تلك الشركة ماذا كانوا يتحدثون؟ عن ماذا يتكلمون؟ لعله يتحدثون عن أنه هل يلزم أن تكون للسيارة إطارات عجلات أم لا؟ العجلات يلزم أن تكون ثلاثة أو أربعة أو عجلتين. السيارة بحاجة إلى مقود، يلزم أن تكون السيارة فيها مقاعد، وأمثال هذه الأمور. الحديث في بداية تأسيس شركة عن أساسيات ذلك الشيء، عن الأوليات. مرت أكثر من 100 سنة على تأسيس هذه الشركة. بعد 100 سنة في جلسات مجلس إدارة تلك الشركة أيضا يتحدثون عن أنه يلزم أن تكون للسيارة مقود، يتحدثون عن نفس تلك المواضيع؟ بالطبع لا. الحديث تغير وتغير وتغير عن تطوير هذه السيارة، لا يتحدثون عن أنه يلزم أن تكون للسيارة عجلات
ويلزم أن تكون العجلات عجلات بلاستيكية لا من خشب، ويلزم أن تكون العجلات مدورة لا أن تكون مكعبة مربعة. يتحدثون عن أنه كيف تكون العجلات بحيث تزيد سرعة السيارة مع الأمان، لا يتحدثون عن أن تكون هناك مقاعد للسيارة، يتحدثون عن أنه كيف تكون هذه المقاعد مريحة درجة عالية من الراحة، لا يتحدثون عن أنه يلزم أن تكون في السيارة مقود، يتحدثون عن أنه كيف يكون هذا المقود، كيف يتمكنون أن يضيفوا إمكانيات حتى يتمكن أن يسيطر السائق أو بالتحديد القائد للسيارة، يجعلون إمكانيات كبيرة في هذا المقود، عن تطوير الشيء. بعد فترة لا يتحدثون عن الأساسيات، يتحدثون عن المحسنات. الأساسيات انتهينا منها. لا يتحدثون عن الأوليات، يتحدثون عن الثانويات. السيارة تمشي بأربع عجلات مع ماكينة عادية، لا، يتحدثون عن تطوير ذلك، عن الثانويات. خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها عن شهر رمضان، إحدى خطبه، هذه الخطبة المشهورة التي خطبها على مشارف شهر رمضان، إما أواخر شعبان أو بداية شهر رمضان، لاحظوا في هذه الخطبة الرائعة التي بالنسبة إلى شهر رمضان لعلها أهم خطبة. هذه الخطبة تتحدث قليلا جدا عن الواجبات، أكثر الحديث في هذه الخطبة عن المستحبات، عن الثانويات. الحديث عن الأساسيات في هذه الخطبة حديث قليل جدا، مقاطع قصيرة جدا. الحديث عن الواجبات في هذه الخطبة قليل جدا. الحديث كله تقريبا أكثره عن المستحبات. يعني ماذا؟ كأنه لعله النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول للمؤمنين خلاص انتهينا من الأوليات، انتهينا من الأساسيات، شهر رمضان ليس شهر التركيز على الأوليات، الأوليات أو أوليات بديهيات أصبحت خلص، الآن يلزم أن نتحدث عن التطوير. الأوليات قطعية واضحة في هذه الخطبة. النبي صلى الله عليه وآله لعله لا يتحدث عن أنه لا تؤذوا الناس إيذاء محرما، لعله لا يتحدث عن النهي عن إيذاء الوالدين، يتحدث عن توقير عامة الكبار. لا تؤذي والديك، هذا واضح خلاص انتهينا منه. في شهر رمضان وقر ووقروا كباركم، الحديث عن مرحلة ثانية، تلك المرحلة مضت خلاص واضح. لا تؤذي والديك، لا، الكبار بصورة عامة وقرهم، وليس فقط لا تؤذهم، وقرهم شيء إضافي على ذلك. الحديث في هذه الخطبة، أقرأ لكم مقاطع من هذه الخطبة. الحديث في هذه الخطبة ليس عن أنه لا تظلم الخدم، ظلم الخدم حرام. الحديث ليس في هذه الخطبة عن المحرمات، اترك المحرمات في شهر رمضان، هذا شيء واضح.
النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالتخفيف عليهم، ليس فقط لا تظلمه، خفف عنه. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. حديث ثانوي. هذه الخطبة المباركة، لاحظوا الكلام في هذه الخطبة عن الصلاة الواجبة، كلمة واحدة فقط بصورة عامة عن المستحبات، عن إطالة السجود. لا نترك الصلاة الواجبة في شهر رمضان، هذا بديهي، هذا ليس في شهر رمضان، هذا في عامة الشهور. في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله يوصي بتطويل السجود، يوصي بالتطوع بالصلاة المستحبة. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. في مقطع آخر، ومن تطوع فيه بصلاة، تطوع صلاة مستحبة، كتب الله له براءة من النار. هذه الخطبة متى كانت؟ كانت على مشارف شهر رمضان. أنا راجعت هذه الخطبة مراجعة سريعة، ما وجدت في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وآله يأمر بالصيام، الصيام الواجب. الصيام الواجب بديهي. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن كيفية الاستفادة من الصيام، كيف يتمكن أن يستفيد الإنسان استفادة عالية من الصيام. الصيام واضح. واذكروا بجوعكم وعطشكم، جوع يوم القيامة وعطشه، جوع يوم القيامة وعطشه. طوروا الصوم، صوم طبيعي، أنت تصوم، أنت المؤمن في شهر رمضان، بديهي هذا. كيف تستفيد من هذا الصيام؟ الخمس من الواجبات، تجدون في هذه الخطبة حديثا عن الخمس الواجب؟ لا. تجدون في هذه الخطبة الحديث عن الزكاة الواجبة، عن زكاة الفطرة؟ حديث صريح غير موجود في هذه الخطبة المباركة عن الزكاة الواجبة. الحديث عن المستحبات، وتصدقوا، لعله هذا صدق المستحبة، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة ينهى عن الكذب، ينهى عن اتهام الناس، ينهى عن الغيبة، ينهى عن النميمة، ينهى عن سب المؤمن. هذه محرمات، محرمات باللسان ظاهرا، لا على الأقل شيء صريح عن هذه المحرمات غير موجود، شيء عام لعله. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه مرحلة مضت، أنك لا يلزم أن لا تكذب، هذا واضح بديهي. في شهر رمضان ليس فقط لا تكذب، لا تقل بلسانك ما هو محرم، لا، حتى تجنب اللغو في الكلام قدر استطاعتك. ركز على الذكر المستحب، ركز على الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الخطبة عموما تريد لعله يستفاد منها أنه في شهر رمضان، أساسا شهر رمضان ليس هو شهر الارتباط بالله عز وجل. الارتباط شيء بديهي، مرحلة سابقة. شهر رمضان شهر الارتقاء عند الله، شهر الصعود عند الله عز وجل. ارتباط، الارتباط شيء بديهي، يلزم أن يكون بيننا وبين الله عز وجل رابط، هذا شيء بديهي. في شهر رمضان اصعد. شهر رمضان ليس شهر الارتباط بالله، هو شهر
التقرب إلى الله عز وجل، أن تكون قريبا من الله، ليس مجرد ارتباط. الارتباط يحصل بالصلاة الواجبة، يحصل بالصيام الواجب، لا هذا شيء بديهي، لا، هذا الارتباط وثقه. اصعد، شهر رمضان شهر صعود، ولذا النبي صلى الله عليه وآله لعله يركز على أمور ثانوية، ذاك يجعله بديهيا. أنا في شهر رمضان أضبط لساني عن المحرمات، لا أسب أبنائي، لا أسب خدمي، ما صنعت شيئا. في الأشهر الأخرى يلزم أن تكون هكذا أنت. شهر رمضان تقرب، أصبح من المقربين إلى الله عز وجل، لا تصبح من المرتبطين بالله عز وجل. الارتباط يلزم أن يكون في كل الشهور. من بداية الخطبة إلى آخر مقطع من الخطبة، إلى آخر مقطع، لا حتى آخر مقطع. عموما مستحبات، تأتي إلى المقطع الأخير من هذه الخطبة الشريفة المباركة. المقطع الأخير ليس عن ليس عن واجب من الواجبات، عن إحدى أهم الواجبات، عن إحدى أركان الدين، عن إحدى أصول الدين. تعلمون بصورة عامة الخطب القصيرة، هذه الخطبة خطبة قصيرة، لعله النبي صلى الله عليه وآله ألقاها في 10 دقائق مثلا، ربع ساعة لعله، خطبة قصيرة، الخطبة القصيرة هي. في الخطبة القصيرة المقطع الأخير هو أهم مقطع، المقطع الذي لا ينسى، لعل الخطبة الطويلة شيئا فشيئا يتشتت ذهن المستمع، أما في الخطبة القصيرة التركيز لا زال موجودا، المقطع الأخير لا ينسى عادة. النبي صلى الله عليه وآله اختار موضوعا مهما أساسيا أصوليا من أصول الدين في المقطع الأخير. ما هو هذا المقطع؟ ما هو هذا الموضوع؟ قبل أن أذكر لكم المقطع الأخير من هذه الخطبة أريد أن أقرأه لكم. هناك قاعدة تقريبا مسلمة واضحة أصلا، كلمة قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التأكيد، تفيد التحتيم، هذا شيء مؤكد حتما قطعا. مثلا في القرآن الكريم، طبعا هذا استعمل كثيرا، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. أفلح فعل ماضي، قد دخل على الفعل الماضي، يعني ماذا قد أفلح من زكاها؟ يعني مؤكدا الذي يزكي نفسه فقد أفلح. قد أفلح المؤمنون، يعني ماذا؟ نفس المعنى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، في آية الكرسي تبين فعل ماضي، قد تبين الرشد من الغي، يعني ماذا؟ يعني قطعا الرشد تبين من الغي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، لعل الآية هكذا تكون. قد ضلوا يعني ماذا؟ ضل فعل ماضي، قد ضلوا يعني حتما هؤلاء ضالون، هذا شيء واضح تقريبا، لا أقول تقريبا، تحقيقا. قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحتيم، تفيد التأكيد. النبي صلى الله عليه وآله
ختم خطبته بمسك، وكل خطبته مسك. ماذا قال في آخر مقطع منه؟ توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال له: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. اللهم صل على محمد. سؤال: هل يجوز أن نسب من سب رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ واضح، يجوز بل يجب. هل يجوز أن نلعن من أبغض النبي صلى الله عليه وآله؟ مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله، يجوز أن نلعنه؟ يجوز بل يجب. النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال في هذه الخطبة، في هذا المقطع الأخير؟ النبي صلى الله عليه وآله ما قال: يا علي، من أبغضك كان مثل من يبغضني، لا، قال: من أبغضك فقد أبغضني. وقد الداخل على فعل ماضي، أبغضه فعل ماضي، الذي أبغضك حكمه حكم من أبغضني، لا، الذي أبغضك هو بالتحقيق قد أبغضني، هو مبغض لي. النبي صلى الله عليه وآله ما قال: من سبك كان بمثابة من سبني، لا، يقول: من سبك فقد سبني، هذا الذي يسب أمير المؤمنين هو قد سب رسول الله. السب لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن؟ لا. مسلم؟ لا. الذين سبوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تعتبرونهم مسلمين؟ كيف بمن قاتل أمير المؤمنين أكثر من السب؟ النبي صلى الله عليه وآله لا يقول: من أنكر إمامتك حكمه حكم من أنكر نبوتي، يقول: فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. أنكر، هذا منكر لنبوتي، وبقد الداخل على فعل ماضي حتما ويقينا. الذي أنكر إمامتك يا علي هو بالتحقيق مؤكدا قد أنكر نبوتي، خلاص، لأنه بحكمه هو. خطبة شهر رمضان عن مستحبات الختام، عن أساس من الأسس، عن أصل من أصول الدين. هذا ليس أصلا من أصول الدين؟ إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله ما هو حكمه؟ نفس الحكم؟ لا، لا أقول نفس الحكم، هو كلام النبي، ليس أنه نفس الحكم. فمن، هذا نص عبارة النبي صلى الله عليه وآله،
فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. النبي صلى الله عليه وآله هكذا ختم وأنهى خطبته الشريفة، وهكذا نختم وننهي حديثنا في بدايات شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، لازلنا في بداية هذا الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بمكانته عند الله، بمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لك الحمد أن سلمتنا شهر رمضان، فنسألك اللهم أن تسلمنا فيه وأن تتسلمه منا في يسر منك وعافية مغفورة ذنوبنا مقضية حوائجنا. فيا ذا المن ولا يمن عليك، منا علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير